احنا معانا دلوقتي على التليفون مؤسسة المنصة الإلكترونية I make this رانيا عاطف. ألو ألو يا رانيا، منوراني. ميرسي، ربنا يخليك. ايه الأخبار، عاملة ايه؟ كله تمام الحمد لله. يعني هدف حلو قوي ان اللي انت عملتيه، وفكره ان انت تبقي حابه تساعدي غيرك من السيدات اللي لسه بيبداوا في مشاريعهم وتسوقي لهم بدون اي مقابل مادي، ولكن اكيد البدايه كان ليها سبب. ايه اللي خلاكي تفكري في الفكره دي؟ بصي، هي الفكره جت اصلا من احتياجي انا الشخصي ليها. يعني لما جيت افكر ان انا كان عندي مشروع برضو وكنت حابه اسوق له، لقيت ان مصاريف التسويق غاليه جدا جدا جدا. يعني لو حد هيعمل سواء اعلانات مموله على فيسبوك او عن طريق ان انت تحاولي تسوقي بطرق اخرى، كله فلوس يفوق يعني اي بادجت بتاعه الست لسه بتبتدي. يعني دايما مش بيبقى معانا الفلوس دي. وبالتالي فكرت، طب ليه ده بدل ما نقعد نطلب من صحابنا ان احنا نشير شغل بعض وكده، طب ما نبتدي نخلق احنا بلاتفورم، يحط منصه يعني يحطوا عليها اي حد بيبتدي يقدر يعرض شغله عليها، والناس بقى هي اللي تقيم وتقول اه طب ده شغل حلو، طب نشجع الشخص ده بس. فاحنا ابتدينا الموضوع من الناحيه دي. اللي حصل بقى ان الحاجات، كم الحاجات اللي اتعرضت كانت يعني فاقت كل التوقعات صراحه. اتفاجئتي بكميه الناس اللي معاكي؟ كلنا اتفاجئنا، متهيألي مش انا بس. يعني ده يعني كل اتفاجئ، ومره واحده لقينا الموضوع بيكبر بيكبر، ستات كتير عمالين بيعملوا بيبدعوا بطرق مختلفه في مجالات يعني متنوعه بشده، وعارفه فيها حاجات غير متوقعه كمان. عارفه اللي هو في حاجات مش نعرف ان في ستات هنا في مصر بتعملها كل حاجه واي حاجه. طب ايه اللي اتفاجئتي بيه يا رانيا؟ يعني ايه المشاريع اللي لقيتيها فعلا كانت مختلفه معاكي؟ لا يعني مثلا في، انت عارفه احنا مش بس حتى مثلا مشاريع، حتى بنقول حتى لو ست بتعمل خدمه مثلا معينه يعني فريلانسر كده، اللي هو مش بتشتغل في شركه معينه، هي بتعملها هي نفسها برضو ممكن يسوقوها. فمثلا كان عندنا واحده بتقول مثلا ان هي بتسوق بتوصل الناس حتت بره القاهره، من القاهره لاسكندريه مثلا او من القاهره، بتشتغل كده، هي بتحب السواقه مثلا وقررت ان هي تعمل القصه دي. عندنا بقى طبعا كم المبدعات في اللي بيعملوا الجولري، اللي بيعملوا لبس، اللي بيعملوا اكل، بيعملوا اكسسوارز للبيت في جميع المجالات بقى، سواء ديكوباج اي حاجه، بقول لك كل حاجه كله بيتعمل. حلو جدا. جدا جدا صراحه. يعني فعلا كان ده كان المبهر، وده اللي خلى ان الجروب الناس تقول لبعض عليه، وده اللي خلاه فعلا يكبر وينتشر. يعني هي كمان الفكره انه مش بس المنتجات الماديه او المنتجات الملموسه، لا ممكن تكون خدمات، والست ده مصدر رزقها او ده شغلها. فبرضه كده يعني هي فكره الجروب ان هو الست هي المحرك الرئيسي للمشروع. حلوه قوي، حلوه قوي. طب انت معاكي تقريبا لحد دلوقتي كده كام سيده انضمت ليكي؟ سيدة منتجة ولا منتجة بس على المنصة؟ لا منتجة. يعني لغاية دلوقتي حوالي 3000 أو أكتر عرضوا. قد إيه؟ أكتر من 3000 سيدة عرضوا. 3000 سيدة عرضوا. أيوة. والجروب أو البيج عليها قد إيه؟ 175,000. ما شاء الله، ده أنا مكتوب لي هنا 97,000 لحقوا زادوا. لا لا 175. حلوة قوي. 97 ده والله كان بعد شهرين، لأني بقول لك فعلا الحاجة سمعت مع الناس من كتر ما الناس كانت عمالة تقول لبعض عليه إنه إيه ده، بصوا خشوا، وابتدينا نشجع بعض أكتر. كمان الحلو في الموضوع إن اتخلق مجتمع كده، عارفة كوميونتي كده، بيحاول ستات، هو كله على فكرة دول ال 174,000 دول ست، كلهم ست. هو أنا على فكرة بحس إنه لما الستات بتتجمع على شيء معين بيكونوا فعلا طاقة إيجابية لبعض، وبيقدروا إن هم يشجعوا بعض، لأن هم أكتر ناس هم حاسين ببعض. بالظبط بالظبط. فدي يمكن فعلا حاجة حلوة جدا إنه الجروب أو البيج كلها من السيدات المنتجة، ويمكن ده أكيد دافع أكبر ليهم. طيب رانيا، حابة أسألك عن الفترة اللي فاتت وسط كورونا، حسيتي إنه الدنيا اتأثرت شوية ولا أنتوا كنتوا مكملين؟ طبعا. بصي، اكتر ناس اتاثرت، اي حد اصحاب المشاريع الصغيره طبعا في الوقت ده كانوا من اكتر الناس اللي اتاثروا. وعشان كده بالعكس احنا حاولنا في الوقت ده نفضل نتكلم على اهميه ان لا يا جماعه اشتروا من اصحاب المشاريع الصغيره،
ده الوقت اللي لازم نقف جنب بعض ونساعد بعض. فكل القصة طبعا طبعا اتأثروا. طبعا في حاجات بالعكس كان وقتها، يعني مثلا لو حد كان بيشتغل مثلا بتعمل بيجامات مثلا ساعتها بقى كان هايل، كنا قاعدة في البيت وعمالين يشتروا بيجامات او لعب اطفال مثلا عشان الولاد قاعدين في البيت والناس عايزين يسلوهم. ففي شوية مجالات انتعش وقت الكورونا اكيد، بس طبعا الاغلبية لا اتأثر جامد جامد، وعشان كده ده خلينا ان احنا يعني الفترة دي نحاول بقى نساعد أكتر بكل الطرق عشان يحصل انتعاش شوية للناس اللي كل المشاريع بتاعتها اتأثرت. طب وإزاي برضو بتقدري تنظمي لهم فكرة معرض أو بازار يقدروا يعرضوا منتجاتهم فيه؟ بصي، هو زي ما قلت لك هو اتخلق يعني اهتمام بالجروب من الناس اللي هم زي ما بقول لك احنا أصلا 175 ألف ست. في كتير بيقولوا عايزين نشوف الحاجه على الحقيقه، يعني مش عايزين نكتفي بس بان احنا نشوف صور. فهو كان بيزد على ان الطلب مننا انه لا اعملوا معرض نشوف فيه الحاجه. ففعلا قررنا طيب خلاص نعمل معرض، والناس جت عرضت حاجتها على اساس كله بقى يتفرج عليها. عارفه لسه احنا برضو بنحب نمسك الحاجه ونشوفها ونتاكد من الكواليتي. عارفه يعني بتفرق برضو. ايوه صح. فبس فطبعا كانت حاجه يعني بالفعل مفيده جدا، وان شاء الله نكررها. انا برضو حابه اتكلم بقى ان احنا كمان يعني نقلنا الموضوع كمان للاطفال، تشجيع الاطفال. انا كنت لسه اسالك عن الموضوع ده، عن المسابقه اللي عملتيها لهم. بالظبط. بالظبط. هو احنا يعني هي دي كانت برعايه شركه منتجات غذائيه، وكانت برضو هي برضو بتشجع جدا المرأة وكل الكلام ده، فكانت مقتنعة معانا جدا بالفكرة وان احنا ننقلها للأطفال كمان، لان زي ما حضرتك اكيد عارفة يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن تعلم الطفل وتنمي مهاراته ان انت تبتدي تخليه يعرف يحسب، يعرف يفكر في مشروع، يعرف بالذات بقى كان وقت الكورونا وكله قاعد في البيت. فالاطفال بالعكس ده كانت حاجه، كانت فكره، الفكره ساعتها كانت حلوه جدا انه الاطفال بدل ما يقعدوا بقى قدام التلفزيون ويعملوا كده، طب هم قاعدين بيعملوا حاجه ايجابيه. بالظبط. فكروا في مشروع واتعلموا ازاي تعملوا الحاجه. يعني في اطفال عرضوا من مثلا اللي بيعمل صابون، اللي بيعمل في والله طفل حبيبي كان بيعمل سوشي. بيعمل سوشي؟ والله حبيبي. في واحدة كانت بتعمل هوم اكسسوارز كده للبيوت مثلا، عارفة بيوت في على البحر، بيوت البحر وكده. ف يعني كم برضو ابداع شفناه من الاطفال كان فظيع. يعني صراحة يعني انبهرنا كلنا على الجروب، يعني يكاد يكونوا يعني تفوقوا على السيدات. انا كنت لسه اسالك في المعرض، في المعرض نفس الشركة صراحة تبنت ان هم ييجوا المعرض ويعرضوا منتجاتهم في المعرض. وطبعا كانت تجربه يعني بالنسبه للاطفال مش قادره احكي لك على يعني احساسهم بالتجربه وقد ايه دوت فرق معاهم، انهم يحسوا كمان بقى لا مش بس اونلاين، ده احنا واقفين والناس تيجي تشجعنا ويقولوا لنا اه كل الكلام ده. فطبعا فرق جدا معاهم. اكيد فرق معاهم جدا. طيب انت بالنسبه لك شفتي ايه اكتر مشروع قدمه طفل او الاطفال بشكل عام وعجبك، او حسيتي انه ايه ده، ازاي ده طالع من طفل؟ بصي بصراحه هي البنت اللي كسبت المسابقه بصراحه هي كانت اللي هي بقول لك بتعمل الهوم اكسسوارز دي، بتتعلق في البيوت في البيت هاوسز يعني. فدي كانت بتعمل هوم اكسسوارز، قادره احكي لك جمالها. يعني حاجات من اللي هي عارفه بقى بنستوردها وندفع فيها مليون جنيه ونعلقها في البيت ويبقى شكل البيت حلو. وكان سنها قد ايه فاكره؟ كانت 14. اوكي حلو جدا. وكان في ولد تاني حابه اتكلم عليه، فنان فنان فنان، 6 سنين والله، 6 سنين حبيبي صغنن، مش قادره اقول لك كم اللوحات اللي عاملها والابداع اللي عنده حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب رانيا برضو حابه اعرف منك كده، لو هنقول بعض النصايح لكل سيده هي عندها موهبه او عندها فكره معينه وحابه ان هي تنفذها وتبقى مشروع خاص بيها، ايه اللي ممكن تقدميه لها او تنصحيها بيه؟ بصي انا دايما بقول لهم يعني اول نصيحه صراحه بقولها وفعلا يعني بهتم بيها بالقصه دي جدا، فكره انك ما تحبطيش. فكره انك لما يحصل حاجه غلط والدنيا ما تمشيش زي ما انت كنت فاكره، ما تقوليش انا كده فشلت خلاص. لا، نفكر ازاي ممكن، لا هو الهدف يفضل قدامنا وممكن نغير الوسيله اللي بنوصل له، لكن ما نقولش
ما نقولش لا كده خلاص ما ينفعش ما فيش انا فشلت، لان الصراحه دي عدت عليا مع كذا سيده من اللي كنت بتعامل معاهم انهم كانوا بيمروا بالمرحله دي، انه يحصل اي حاجه يقولوا لا خلاص انا محدش عايز المنتجات بتاعتي، انا لا انا مش عارفه ابيع كويس، وهو ما بيكونش فعلا سبب المنتجات دي، بيكون في اسباب عوامل خارجيه كتير جدا، او لو هي عدلت بس في المسار بتلاقي نفسها بتبيع احسن. فهي الفكره بس ان الواحد يفضل ايه متمسك بحلمه وتمسك بالحال. صح، وبعدين بحس انه دي فعلا مرحله لازم كل الناس بتعدي عليها، فكره ان انا مش هقول فشل ولكن يحصل لي شويه مطبات كده في البدايه، ده الطبيعي، وده بالعكس بشوف انه الاحلى، عشان بعد شويه وقت اما تيجي تنجحي او فعلا يبقى ليكي بصمه تحسي بقيمه اللي انت عملتيه اكتر. صح صح طيب. وصح، وده اللي بيفرق، عايز اقول لك ده اللي بيفرق الناجح، الناجح مش بيكون حد الطريق كان سهل وهو مشي زي السكينه لا هو بالعكس، هو لازم يعدي بشويه مطبات، حد عرف وسر ان هو ينجح. طيب رانيا، اخيرا كده من وجهه نظرك برضو، شايفه ايه اكتر المجالات اللي ممكن حد يبدا يفتح فيها بزنس الفتره دي او يبقى مشروع خاص بيه؟ بصي انا دايما السؤال ده بصراحة بحب اقوله، مش ايه اكتر المجالات ان الواحد يفكر يشتغل فيها، ده بالعكس هي مش يعني هي بتبقى ايه اكتر حاجة انا حابة اعملها وشاطرة فيها. لو انا حباها وعارفة زي ما بيقولوا كده عندي الشغف ليها، صدقيني الشخص بينجح وبيتميز. فالمجال هي مش بالمجال، هي اكتري بالشغف اللي عندك في ايه، انك تعرفيه وتعرفي تنميه وتعرفي تظهريه بالطريقه الصح وتحببي الناس في شغلك، عارفه ازاي؟ يعني تبقي قادره انت تبيعي منتجك لما تتكلمي عليه. وعايزه اقول ان دي اهم الحاجات اللي نجحت اي ميك سيس، كان ان احنا مش بنخلي الناس تحط كده المنتجات، يا جماعه انا بعمل المنتجات دي كده وخلاص، لا خالص. الفكره كلها كانت كل سيده بتشارك قصتها، ايه ليه ابتدت المشروع ده، ايه اللي خلاها تبتدي. فكان في الموضوع كان ملهم جدا لناس كتير، عارفه اللي هو بتقري قصص نجاح، عارفه قصص ناس قدرت فعلا تغير في مسارها، ساعات في ناس اللي سابت شغلها اللي كانت ناجحه فيه جدا وقررت لا انا عندي شغف مثلا اني اعمل جولري ديزاين فانا هسيب كل ده وهصمم اكسسوارز وجولري وكده. صح، واعتقد ده بيفرق مع ناس كتير، فكره الكواليس او ايه اللي ورا الموضوع او ايه اللي خلاني اعمل ده. ان انت ما تشوفي منتج تبقي عارفه قصته، انت المنتج بالنسبه لك مش حاجه، لا هو قصه. صح، وقصه واحده ست زيك، عارفه ده برضه بيفرق قوي معايا. يعني لما والله انا مبسوطه بيكي جدا يا رانيا، ربنا يخليكي، يعني مبسوطه بيكي جدا ومبسوطه بكل السيدات اللي عندك على الجروب او على البيج بتاعتك على الفيسبوك، مبسوطه ان انتوا قدرتوا تعملوا كده حاله وقدرتوا ان انتوا تشجعوا بعض وان انتوا فعلا تعملوا حاجه مفيده، وبشكرك ان انت بداتي الموضوع اصلا بدون اي غرض مادي. بصي الحمد لله، هو فعلا ساعد ناس كتير جدا بالفعل، وعايزه اقول لك لا قصص النجاح بتخليكي اصلا تحسي ان هو يعني الحمد لله بجد. يعني عارفه انا كل ما تسمعي واحده مثلا تبعت مسج تقول انا اي ميك ذس مثلا، انا كنت هوقف المشروع وحطيت بوست ولقيت فيه اقبال فظيع فتشجعت اكتر اني اكمل، او واحده حتى بتجرب بس بتحط ايه ده طب ايه رايكم في كذا فيقولوا لها افكار ويساعدوها اكتر. لا بصي هو فعلا الموضوع زي ما انت قلتي بالظبط، لما الستات بتتجمع على حاجه ويحطوها في دماغهم خلاص وهنوصل للي احنا عايزينه. نورتيني جدا يا رانيا، ميرسي جدا، بشكرك، شكرا ليكي، ميرسي قوي، ميرسي، نورتيني.